مع بداية السوشيال ميديا كده في العالم كنا عندنا حالة من التفاؤل إنه يبقى فيه يعني إيه نقدر نقول تواصل بيننا وبين الناس، بينك وبين الناس في العالم كله، تواصل تستفيد منه، تواصل يحفزك، تواصل يديك طاقة إيجابية، تواصل يدفعك لبكرة وتبقى حاسس كده إنك محتاج التواصل ده. لكن الحقيقة دلوقتي من كتر ما بنشوف بسبب التواصل وبسبب اللي بنشوفه، أحيانا في ناس بتفتكر إن الشتيمة والتطاول على السوشيال ميديا ملهاش رادع. يعني بمعنى إيه؟ أنا قاعدة دلوقتي قدامي على الآيباد بتاعي أو على التليفون وبمسك شخصية أيا كانت، شخصية معروفة، شخصية لها كينونة، شخصية عامة أيا كانت، وأبدأ بقى أكتب عليها وأتطاول وقصص وحكايات، والفكرة إن هو حاسس إن هو مش متشاف، فكرة كلها جبن، يعني كلها خسة، كلها جبن، كلها إنه عشان أنت مش شايفني فأنا أقول اللي أنا عايزه، علشان الحاجز ده أنا أتطاول عليك زي ما أنا عايز، أو أعلق بطريقة خارجة تماما، مع إن الشخصيات دي لو حضرتك أو حضرتك شفته عين في عين مش هيقول كلمة ولا هينطق حرف. هي فكرة الجبن، فكرة إن أنا أتطاول لأني أنا مش شايفك، وأتطاول وأهدك معنويا. الناس بقت بتهد بعض معنويا، أحيانا كتير جدا تشوف تعليقات حقيقي سخيفة، وتعليقات حقيقي بتهد الناس معنويا، وحقيقي اللي هو إيه، أنت ناجح طب تعالى، أنت معروف طب تعالى، أنت سياسي طب تعالى، حاجة بقت مش طبيعية. ال كل اللي بقى موجود الحقيقة بتخص المشاهير والشخصيات العامة وبتهنهم في شخصيتهم، في وجودهم، في شكلهم، في عائلاتهم، في حاجات كتير جدا. وجوده دايما أو هذا الجبان وراء شاشة الكمبيوتر دايما بيديله الحق إنه من حقه يقول اللي هو عايزه ويدخل في كل المناطق اللي هو عايزها بأي طريقة. والسؤال بقى اللي انت بتقوله، هل كلنا بنحلم هل يبقى في رادع؟ يعني القانون كمان هيقف على الحاجات دي، لانه في احيانا بعض الانفس يعني لا تتوقف الا بالقانون، ولا يكفيها لا الاخلاق ولا التربيه، والكلام اللي احنا بنقوله ده كله بالنسبه لها كلام فارغ، هي شهوه انه قاعد وانه يقدر يكتب وانه يقدر يهدك وانه يقدر يكتب ده كله اكبر من اي كلام. طيب مثلا خلونا ناخد مثلا في الأيام الماضية، يعني الأزمة اللي كلكم سمعتوا عنها، موقف راشفورد وهو لاعب مانشستر يونايتد. كلنا عارفين أنه طبعا راشفورد من أهم يعني اللاعبين واللي ليه جمهور كبير، وطبعا يعني لاعب مانشستر يونايتد، وإحنا شايفينه على الشاشة الراجل بقى بتاع كورة ونجومية، يعني مش بس إنجليزية ولكن أوروبية وعالمية، وليه اسم كبير. في طالب في الشرقية تطاول عليه باللفظ بشكل عنصري، وقعد والموقف الحقيقه يدرس، لانه اللاعب ما سكتش، رغم ان اللاعب انتوا عارفين مانشستر دي يعني جوه بريطانيا، وما سكتش، يعني فضل وهو كان بيتطاول عليه كما قيل على صفحته بطريقه عنصريه وعلى لونه وحاجات كده. الحقيقه اللاعب ما سكتش وقرر، رغم ان هو موجود في بريطانيا او في انجلترا، وقرر ان هو يوكل المحامين بتوعه ويبقى في محامين في مصر ويرفعوا قضيه على الولد. الموضوع الحقيقه دخل في اجراءات قانونيه والقضيه مستمره. في ناس هنا في مصر يعني من جانب الاخر بتقول ان الولد ما قالش حاجه، بس يعني مش طبيعي ان الراجل هيعمل كل ده طالما انه في اثباتات وانه دخل على الصفحه عنده او انه بيتطاول عليه بشكل كبير. لكن السؤال اللي كلنا بنسأله حتى وإحنا بنشوف راشفورد، هل القانون المصري قادر على حماية حق كل واحد بيتعرض للتطاول على السوشيال ميديا؟ يعني هل قانوننا هيبقى قادر وإن إحنا يبقى عندنا حاجات إنه يحمي أي حد؟ خلينا نشوف دكتور عصام الطباخ الخبير القانوني والمحامي بالنقد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة شفقة. يعني الحقيقي يعني هل قانوننا المصري هيبقى قادر على حمايتنا من هذا التطاول او ايا كان؟ يعني حتى بعيدا عن قضيه راشفورد، يعني القانون ممكن يروح فين لمثل هذه القضايا الخاصه بالسوشيال ميديا بشكل عام؟ اولا انا بحيي حضرتك على المقدمه الاولى لتناولك موضوع نيره. الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها ان القانون المصري من اقوى القوانين على مستوى العالم، إن المشكلة كلها عندنا في الثقافة القانونية. بمعنى إيه؟
يعني الناس دايما متخيله ان انا هدخل في نزاع قانوني، يعني هيبقى فيه اجراءات شديده وهتبهدل وهقعد سنه وسنتين في المحاكم، وكل الكلام ده غلط. يعني انا احب اوجه كده رساله او مناشده من خلال برنامج حضرتك المميز، ان لكل شخص يتعرض للسباب او الاهانات او التهديد او الابتزاز على الواتساب او الفيسبوك او اي من مواقع التواصل الاجتماعي، يجب ان يتخذ الاجراءات القانونيه مباشره ضد الجاني. وعايز برضو اوضح يعني الناس برضو عشان يعني يوعوا للمساله دي، ان القضايا دي اجراءاتها بسيطه وسهله جدا وللغايه. طيب يعني انا معاك لهذه الاجراءات، لانه الحقيقه في الاونه الاخيره التطاول بقى شديد شديد على ناس مشاهير، ناس في الرياضه، ناس في اي مجال بقى، يعني في كل المجالات تطول شديد، وهو لا يطال حتى الشخصيه المشهوره العامه، يعني هو بيوصل للعائلات يعني كمان. يعني طبعا يعني انا من وجهه نظري السبب الرئيسي ان المجنى عليه ما بياخدش اجراءاته القانونيه، فاللي بيشتم دواء او الجناه في مثل هذه الجرائم شايفين الموضوع سهل. طيب حضرتك قول لي الناس تعمل ايه يعني في مثل هذه الحالات؟ يعني خلينا ناخد مثال زي راشفورد، يعني رغم ان هو مقيم في بريطانيا بس لان هو عنده الحق، يعني شايف انه الراجل ده بيتطاول عليه بشكل كبير او الشاب ده، وقرر ان هو يعني يرفع قضيه وياخد حقه حتى وان كانت خارج الحدود. ما هو ده الفرق بين الاجنبي والمصري. خارج الحدود، هو ده الفرق ما بين الاجنبي والمصري. الاجنبي عارف هو كويس وبيمشي ورا حقوقه لغايه ما ينفذ القانون ويطبقه. طيب. هو ده المشكله الكبيره ما بين الثقافه الاجنبيه والثقافه المصريه. طيب خلينا بقى للثقافه المصريه، احنا دلوقتي حد تم التطاول عليه سواء داخل مصر او خارج مصر، ما هي الاجراءات؟ الاجراءات اول حاجه بتتعمل سكرين شوت من البيان اللي هو الاساءه. مظبوط. وبعد كده يتوجه لمباحث الانترنت. تمام. بيقدم محضر او المحامي بتاعه، بس لازم المحامي يبقى هنا بتوكيل خاص وليس توكيل عام، لان برضو المساله دي مهمه جدا، لان في ناس بتشتغل الاجراءات بطريقه خاطئه فالمحكمه تدي عدم قبول. فانا معاك، فاذا لازم تكون طبعا ما هو اي قضيه الواحد بيعملها لازم تكون الاجراءات سليمه. انا مع حضرتك بالضبط. فهو هيروح يقدمها لمباحث الانترنت ويشوف. طيب وصلنا والمباحث تفهمت واخدت، هل هنا دور القانون؟ يعني طمني بقى دور القانون لما هنوصل امام القاضي، العقوبه تبقى ايه؟ تمام. يعني احنا الان امام القاضي وحد متطاول، العقوبه بتبقى ايه؟ عندنا في المشرع المصري اتعامل مع قضايا الانترنت في مجموعه جرائم متعدده وتناولها قانون العقوبات المصري وقانون تنظيم الاتصالات. يعني مثلا على سبيل المثال ماده 306 مقرر، دي العقوبه فيها لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات لكل من يتعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروح بإتيان امور او إيحاءات او تلميحات جنسيه او اباحيه سواء بالاشاره او القول او بالفعل باي وسيله، ومن ضمن هذه الوسائل وسائل الاتصالات السلكيه او اللاسلكيه. يبقى اذا احنا حضرتك دلوقتي بنتكلم في عقوبه لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات. احنا شايفين المواد على الشاشه. تمام. يعني هي في حدود سنتين او اكتر طبقا للمكتوب. هل هنا مثلا استخدام الالفاظ ايضا، لانه في ناس الحقيقه بتستخدم الفاظ مش عايزه اقول خارجه ولكنها الفاظ مشينه، يعني هل هنا برضو يعني هذه ليها يعني تغلظ العقوبه طبقا للحاله نفسها واقصاها قد ايه؟ دي حضرتك المشرع بيحط حد ادنى وحد اقصى وبيترك المساله دي لقاضي الموضوع، يعني سلطه تقديريه مطلقه للقاضي. القاضي هنا بيبقى عنده الحد الادنى سنتين، الحد الاقصى 4 سنين، ممكن يدي سنتين، ممكن يدي 3 سنين، يدي 4 سنين على حسب. يعني الاقصى 4 سنين طبقا للحاله نفسها، طبقا للحاله نفسها. انا بشكر حضرتك جدا دكتور يعني عصام الطباخ، انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى فعلا انه الناس تبقى عارفه وعارفه قد ايه انه القوانين ممكن تحمينا، بس احنا كمان لازم نبدا ناخد حقوقنا.